مساء جديد وملفات جديدة، أهلا بكم. وفي عناويننا الليلة: التصدي لأزمة الغذاء أولوية التحالف العربي في اليمن. الإمارات والأردن عقود من التنسيق والتكامل. المساء من سكاي نيوز عربية مع سامي قاسمي. التصدي لأزمة الغذاء في اليمن أولوية سعودية إماراتية في معركة تحرير اليمن من الإنقلابيين، وفي سبيل ذلك كرست كل الإمكانات المادية واللوجستية، وآخرها إطلاق السعودية والإمارات مبادرة لرعاية نحو 12 مليون يمني. المبادرة خصص لها 500 مليون دولار، جهود سعودية إماراتية تجاوزت أحجامها وأرقامها المساعدات الدولية، مساعدات حرصت الدولتان على وصولها إلى كافة مستحقيها من اليمنيين دون تفريق أو تمييز، وكل ذلك بتعاون وإشراف من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن. إضافة إلى ما يتم تقديمه من خلال العمل الإنساني المباشر من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الأماراتي وبقية دول التحالف، فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطلقان مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء باليمن لرعاية 10 إلى 12 مليون يمني متضرر، بتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وفي لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، أكد الربيع أنه تم تشكيل فريق عمل يضم مختصين من دولتي السعودية والإمارات ووضع الآلية المطلوبة للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في اليمن. تم تشكيل فريق عمل بين المختصين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكلف هذا الفريق بوضع تفاصيل الآليات للوصول للفئات الأكثر تضررا والاجتماع مع المنظمات الأممية والدولية. بالنسبة للمنظمات، بلا شك أن منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لها علاقة كبيرة بالغذاء والتغذية، وهنالك منظمات دولية أخرى يتم التباحث معهم، وسوف نعود لخبرتنا خلال 3 سنوات الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني اليمنية التي لديها القدرة والكفاءة للوصول للشعب اليمني. معنا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، وينضم إلينا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي خليفة العلي. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من السيد نبيل. سيد نبيل، كيف ينظر اليمن شعبيا ورسميا لهذه الوقفة الإنسانية من الإمارات العربية المتحدة والسعودية برأيك؟ بداية أسعد الله مساك أخي سامي وأنت وجميع السادة المشاهدين. بالتأكيد اليمنيون حكومة وشعبا ينظرون بكثير من الإجلال والاعتزاز والتقدير لهذه المواقف المتتالية لحكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين لم تألي جهدا في العمل الإنساني اليمني بكثير من السخاء والجهد الواضح والبارز الذي لا يخفى على العيان، والذي كان دائما أيضا مرتبطا بالعمل مع اللجنة العليا للإغاثة الإنسانية في اليمن ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما جعل هذا الفريق يعمل وفق قاعدة شراكة حقيقية وجهد ملموس وخطط استراتيجية تكفل الوصول إلى المحتاجين بشكل صحيح وسليم. نعم. دكتور رامي، كما تبعت مبالغ كبيرة يخصصها التحالف العربي لمساعدة اليمنيين،
ما الرسالة التي تصل إلى الدول الغربية في هذا الإطار برأيك؟ أهلا بك سامي، تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن الصورة لا تصل بشكل واضح إلى الأطراف الغربية وإلى الإعلام الغربي، حيث غالبا ما يتم الحديث عن وضع إنساني سيء للغاية، وبالتالي ما قام به مركز الملك سلمان للإغاثة من جهة والهلال الأحمر الإماراتي كان كبيرا للغاية خلال السنوات الماضية. هنالك إنفاق ما يعادل 18 مليار دولار. هل هنالك صدى لهذا الإنفاق الكبير على الساحة الغربية في الإعلام الغربي على وجه التحديد؟ الحقيقة ليس بالمستوى المأمول، هنالك طبعا إشادات من المنظمات الدولية، ولكن على الصعيد الإعلامي هنالك ضبابية في المشهد في اليمن، سواء في المستوى الإنساني في المستوى الإغاثي، وأيضا طبعا في المستوى العسكري والمستوى السياسي. اسمح لي هنا دكتور رامي، اسمح لي على المقاطعة، ولكن أين الخلل برأيك؟ لا يوجد صدى لأرقام كبيرة، نتحدث كما قلت عن 18 مليار دولار قدمت من التحالف العربي لليمنيين، لكن الصورة ضبابية، أين الخلل برأيك؟ هذا ما أردت الحديث عنه سامي. الحقيقة هنالك عدة نقاط خلل. النقطة الأولى أن المجتمع الدولي، الدول الغربية على وجه التحديد وحتى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، اعترفت بالمؤسسات التي أنشأتها جماعة الحوثي. الحقيقة أن جماعة الحوثي عملت في اليمن كما يعمل حزب الله في لبنان، بمعنى أن هنالك حكومة ومؤسسات دولة صورية بينما القيادة الفعلية بيد تلك الجماعة الإرهابية، وبالتالي تعاملت المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية وحتى الدول مع هذه المؤسسات التي يفترض أنها تابعة للدولة اليمنية ولكنها حقيقة تابعة لجماعة الحوثي. هذه النقطة. النقطة الثانية أن جماعة الحوثي اعتمدت كثيرا على الأزمة الإنسانية التي عاشتها اليمن خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي هنالك نحن نعيش زمن الصورة، هنالك تصدير للصورة إلى وسائل الإعلام الغربية، وهذا يطغى على الكثير من الأعمال، منها تأسيس المدارس، منها إيصال السلال الغذائية، منها العمل في القطاع الصحي، منها الحقيقة إنجازات كبيرة كانت في المناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية. ولكن ما يصل إلى الدوائر الإعلامية الغربية هو تلك الصورة التي تنقلها جماعة الحوثي، وهي تحاول استغلال مأساة اليمنيين، استغلال الأوضاع الإنسانية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. هنالك جانب ثالث لا يقل أهمية، وهو أن جماعة الحوثي تقوم ب نهب الموارد الإغاثية التي تأتي من المنظمات الدولية وتأتي من المجتمع الدولي. الحقيقة هنالك بيع لهذه المواد الغذائية والإغاثية في السوق السوداء، هنالك أيضا إعطاء لهذه المواد الغذائية للعناصر المقاتلة، عناصر ميليشيا جماعة الحوثي الإرهابية، وبالتالي هذا أيضا أحد أهم الجوانب التي طغت وأدت إلى مأساة الحادثة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن. طبعا هنالك الحقيقة سامي انتهاكات كبيرة قامت بها الجماعة، منها على سبيل المثال أن هنالك تخزين للأسلحة في المناطق المدنية، منها اتخاذ دروع بشرية، منها إطلاق لصواريخ باليستية من مناطق المدنية، وبالتالي كل هذا أدى إلى ما نشهده أو إلى الصورة التي ترسم غربيا لحالة المشهد الإنساني. نعم سيد نبيل، نقاط أثارها في غاية الأهمية دكتور رامي خليفة العلي، يبدو أن الصورة يعني مغلوطة تصل إلى الغرب في الوقت الذي تبذل فيه شرعية دول التحالف على وجه التحديد جهود جبارة في العمل الإنساني، في مقابل ذلك هناك عملية يقوم بها الحوثي من أجل استخدام هذه المساعدات وبيعها في السوق السوداء لكن لا تصل إلى الغرب. أين المشكل برأيك هنا؟ أخي سامي، طبعا كل ما طرحه الدكتور رامي كلها نقاط صحيحة وسليمة 100%، وهناك أربع أشياء يجب ألا نغفلها. الجانب الأول أو الشيء الأول هو أن المنظمات الدولية هي كثيرة التباكي على الوضع الإنساني والوضع الإغاثي في اليمن بمقابل ما تقدمه على الأرض فعلا، بمعنى أنها تتحدث كثيرا عن الحالة الإنسانية لكنها لا تقدم الكثير، هذا ما نلمسه على الأرض. اثنين،
العملية الإغاثية التي تتم عبر المنظمات دائما هذه حالة التباكي تأتي حرصا على عملية رفد المنظمات الدولية بمبالغ ضخمة للدور الذي سيقدمونه في العملية الإغاثية. ثم نجد بعد ذلك أن ثلث هذه المبالغ تذهب للمصاريف التشغيلية للمنظمات ذاتها. بعد النقطة الرابعة الثالثة، المنظمات ما زالت تصر على بقائها في العاصمة صنعاء، وهو ما يضعها أيضا تحت تأثير الميليشيات الذين قاموا بإعطائهم موظفين هم في الأصل يعني عدد من الموظفين تابعين لهذه الميليشيات، مما جعل صورة التقارير وصورة الأعمال التي تقدم جاءت بشكل مغلوط آخر، وكأن من يقدم الشيء هو بعيد عن الصورة التي يجب أن يكون فيها. النقطة الرابعة في هذا السياق أن المنظمات الدولية تأتي بطريقة فيها كثير من عدم التقييم، عدم يعني لا يوجد، لو طبقنا ما يسمى بالحوكمة على أعمال هذه المنظمات لوجدنا أنها بطيئة الاستجابة، لديها كثير من الاختلالات، لديها إشكاليات في عمليات التوزيع، تقوم تصر على إيصال المواد الغذائية والمواد الإغاثية عن طريق ممرات معينة، على الرغم من أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي فتحوا 22 ممر بحري وجوي وبري، ومع ذلك هناك إصرار على ممرات معينة بحيث تصل هذه المواد الإغاثية إلى أيدي الميليشيات جاهزة لهم. ونجد بعد ذلك أن معظم المواد الغذائية ذهبت أو المواد الإغاثية ذهبت إما في السوق السوداء أو كما اكتشفنا في الحديدة مؤخرا وجود مخازن بداخلها كميات كبيرة من المساعدات التي انتهت مدة صلاحيتها، قامت بتخزينها الميليشيات ومنعت توزيعها، وفي الأخير ذهبت سوداء لأنها انتهت صلاحياتها. النقطة الأخيرة في هذا الجانب، شهدت هذه المنظمات الدولية الوصول بالعته والجنون لدى الميليشيات إلى الحد أنهم وضعوا ألغام فردية داخل أكياس خاصة بالمؤونات الغذائية التي توزع للمساعدات، وقاموا بتفخيخ وتلغيم ووضع متفجرات داخل مخازن مخازن صوامع الغلال التابعة لمنظمة الغذاء العالمي. كل هذه الصور البشعة لا تقوم المنظمات الدولية لا بنشرها ولا بتقديمها، بل تتغاضى تماما. من ماذا تخاف سيد نبيل؟ اسمح لي على المقاطعة هنا. الإنسانية. اسمح لي على المقاطعة. من ماذا تخاف هذه المنظمات الدولية في نشر هذه الحقائق أمام الرأي العام الدولي؟ هي كما قلت لك أخي تقبع تحت ثلاث ضغوط. الضغط الأول أنها لديها طاقم من الموظفين الذين هم تابعين للميليشيات والذين يعملون على تصدير صورة مغايرة للواقع، هذا واحد. اثنين، إصرارها على البقاء في صنعاء ورغم العديد من المراسلات التي تفرض عليها وفق الأعراف الدولية أن تكون في العاصمة عدن، ومع ذلك يتهربون من هذا الجانب ويصرون على البقاء في صنعاء. الجزئية الثالثة، إصرارهم على منافذ معينة، هذه كلها تجعلهم في إطار أنهم يعملون في دائرة هي أساسا دائرة مريحة للميليشيات، تقدم صورة مغايرة للواقع لكنها لا تقدم الإشكاليات التي تحدث على الأرض. هنا نقول أننا الآن مطالبون أن نصل نحن والمجتمع الدولي إلى قرار مفاده أن تكون العملية الإغاثية أولا بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية. نعم. ثانيا يجب أن تكون أيضا خاضعة لعمليات الرقابة التابعة سواء للجانب الحكومي أو لمنظمات المجتمع المدني المحلية. دكتور رامي، يعني نعود للنقطة الأساسية التي أثرتها في البداية، يعني هل الدول الغربية، نتحدث عن الدول وليس الإعلام الغربي، هل الدول الغربية تعرف حجم هذه المساعدات، حجم الجهود التي يبذلها التحالف العربي أم لا؟ أم أنها تعرف لكن في الوقت ذاته تريد استخدام الملف الإنساني، ملف حقوق الإنسان لابتزاز دول التحالف العربي برأيك؟
باعتقادي أن الدول الغربية بشكل عام لديها اطلاع واسع على ما يجري في اليمن، ولديها قدرة من الناحية الاستخباراتية لمعرفة كافة التطورات سواء على المنحى السياسي أو العسكري أو بالطبع على المنحى الإنساني والإغاثي. وبالتالي لا يمكن أن نتخيل بأن الدولة كالولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا لا تدرك تماما ماذا يحدث على الأرض في مناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. ولكن دعنا نميز بين مرحلتين سامي. المرحلة الأولى هي حالة الإهمال التي تعرض لها الملف اليمني بشكل عام، وبالتالي ترك الملف بشكل كامل إلى التحالف العربي ولم تتدخل الدول الغربية لا بالمعنى الإغاثي ولا بالمعنى السياسي، وتم الاكتفاء بإصدار أو بالاتفاق على القرار 22/16. وبالتالي منذ ذلك الحين ترك هذا الموضوع لقوات التحالف العربي، ودعنا نقول للقوى العسكرية. وبنفس الوقت كانت هنالك محاذير من الناحية السياسية ووضعت خطوط، لذلك خطوط يجب عدم تجاوزها فيما يتعلق بالتطورات الميدانية والتطورات العسكرية. هذا الموقف المتناقض الغربي هو الذي ساهم إلى حد كبير في إبقاء الإمدادات التي تصل عبر الميليشيات الإيرانية، ميليشيات الحرس الثوري والتدريب العسكري والأسلحة النوعية والأسلحة البالستية التي كانت تصل إلى جماعة الحوثي دون أن يكون هنالك إمكانية لحسم سريع، لأنه كان هنالك تحذيرات من أن المزيد من الضحايا المدنيين سوف يؤدي إلى حالة انقلاب في المجتمع الدولي. هذا الموقف المتناقض غربيا وهذا عدم الالتزام بالقرار 22/16 وبالمرجعيات الأساسية لأي عملية تسوية وعملية انتقال سياسي سواء المبادرة الخليجية أو مقررات الحوار الوطني وما إلى ذلك، هذا الموقف الغربي المتناقض أدى وبشكل كبير إلى استمرار الوضع على حاله في اليمن حتى ما نشهده حاليا. الآن يبدو أن هنالك بعض الأمور التي تغيرت، خصوصا أن هنالك تحذيرات من الأمم المتحدة تشير إلى إمكانية الانزلاق إلى وضع إنساني كارثي، وبالتالي هذا يترك ضغطا على الدول الغربية. ويبدو أن هنالك تحرك مختلف، لا نستطيع أن نؤكد أنه يمكن أن يصل إلى حل ويمكن أن يصل إلى تسوية، ولكن ربما الأيام القادمة سوف تكشف إذا ما كان المجتمع الدولي الغربي على وجه التحديد. نقطة أخيرة، سوف يمضي في محاولة تطبيق المرجعيات الأساسية للتطور. سوف أسألك عن هذه النقطة، ولكن بعد أن أسأل السيد نبيل عبد الحفيظ، كيف كانت هناك ملاحظات، بعض الانتقادات لحكومة بن دغر فيما يخص التعامل مع المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول التحالف العربي؟ كيف يمكن أن تستفيد حكومة معين عبد الملك من أخطاء سابقتها في إدارة هذه المساعدات؟ أولا، أي عمل إنساني لابد أن يكون فيه بعض الهفوات والأخطاء، وهذا طبيعة العمل البشري. لكن بالتأكيد الدكتور معين عبد الملك يأتي وعلى رأس اهتماماته الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي بشكل كبير جدا، وقد أشار إلى ذلك عديد من المرات، ولذلك فقد وضع في إطار الحكومة أكثر من جانب، من ضمنها تفعيل العملية الإغاثية، التحرك ومع دول التحالف حول هذه القضايا. كان من ضمن هذا التحرك اليوم هذا المشروع الكبير، مشروع إمداد الذي يأتي كسلسلة متصلة في إطار العمليات الإغاثية والإنسانية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا يأتي بالتأكيد يجسد الاهتمامات. أيضا هناك عمل على تفعيل اللجنة العليا للإغاثة والعمل الإغاثي بشكل كبير. اليوم الحكومة تصر على أن الجانب الإغاثي والجانب الاقتصادي على رأس اهتماماتها، ونحن نتوقع أنها ستحقق تقدما ملحوظا خلال الفترات القادمة. نعم دكتور رامي الخليفة العلي، يعني كيف يمكن أن تنعكس مبادرات إنسانية كهذه التي يقدمها التحالف العربي على أجواء الحوار السياسي المرتقب في السويد؟
باعتقادي سامي أن هنالك بعض العوامل التي يمكن أن تعطينا نوعا من التفاؤل في إمكانية أن تؤدي تلك المفاوضات إلى نتائج مختلفة عن جولات التفاوض السابقة. العامل الأول أن هنالك اهتمام دولي من قبل الأطراف الغربية، كما تعلم فإن هنالك زيارة كانت قبل عدة أيام لوزير الخارجية البريطاني، التقى خلالها مع خادم الحرمين الشريفين ومع المسؤولين الإماراتيين ومع ولي العهد السعودي. أيضا الحقيقة هنالك اهتمام غربي ينعكس ذلك في تلك الزيارات. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة التخوف من الوضع الإنساني، وبالتالي هذا يدفع الجميع إلى التحرك لتلافي أي كارثة على هذا المستوى. النقطة الثالثة والأهم هي أن هنالك تقدم عسكري حدث في الساحل الغربي وخصوصا في مدينة الحديدة. صحيح أن الهجوم العسكري توقف لأسباب إنسانية، هذا ما أعلنه التحالف العربي، ولكن هذا التقدم العسكري وعلى أكثر من جبهة ربما أقنع الجماعة الإرهابية بالجنوح إلى المفاوضات والجنوح إلى السلام. ولكن هنالك الحقيقة بالمقابل نقاط أخرى ربما تجعل سقف الأمل وسقف الطموح منخفض للغاية، أهمها أن إيران والنظام الإيراني الآن يعاني من عقوبات كما تعلم قاسية وكبيرة من الجانب الأمريكي، وهذا يدفعه إلى استخدام كافة أذرعه في المنطقة. كما تعلم هنالك حالة انسداد في المنطقة، انسداد في الحكومة اللبنانية، انسداد في الحكومة العراقية، وربما أيضا نشهد انسدادا في المفاوضات التي يمكن أن تجري في ستوكهولم. هذه النقطة. النقطة الأخرى الحقيقة أن هنالك رغبة لدى جماعة الحوثي ولدى مسيريها طبعا بالانسلاخ من مرجعيات التفاوض الأساسية، القرار 22/16 والمبادرة الخليجية وكذلك الحوار الوطني. وبالتالي كما تعلم سامي فإن خادم الحرمين الشريفين وفي خطابه أمام مجلس الشورى أشار إلى أن هذه هي المرجعيات الأساسية لإمكانية تحقيق السلام وإمكانية تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي. وبالتالي هنالك الكثير من التفاصيل، ونخشى أن جماعة الحوثي الإرهابية ربما تستغل الشياطين الكامنة في تلك التفاصيل. لذلك الحقيقة ربما الأيام القادمة هي التي تمثل الاختبار الحقيقي لتلك الجماعة الإرهابية. شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية، حدثتنا من باريس. وأشكر أيضا السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، حدثتنا من القاهرة. شكرا لك. مستمرون معكم في المساء وتتابعون بعد قليل. الإمارات والأردن عقود من التنسيق والتكامل.